مرحبا للجميع، ان شاء الله كل اللي عم يحضر هذا الفيديو يكون بخير. صراحة قلت عيب انه نزل فيديو من الفيديوهات اللي بنزلها عادة بعد الحدث اللي صار عنا بلبنان. يعني صراحة الشي اللي صار شي جدا مأساوي وكارثة وعن جد شي بقطع القلب، وانا بهيدا الفيديو بدي اعزي كل اللبنانية ان كان الناس اللي استشهدوا او الناس اللي اتدمرت بيوتها. يعني صار في جرحى بالالاف ووفيات بالمئات، يعني يمكن هذا الانفجار هو من اكبر الانفجارات اللي صارت بالعالم. انا ساكن على بعد 52 كيلومتر من محل ما صار الانفجار ونسمع الصوت لمحل ما انا ساكن، وحتى عم بيقولوا انه الصوت وصل على قبرص وعلى النقوره اللي هي باخر جنوب لبنان، واللي شاف بعينه الانفجار اللي صار بيقول لك انه اذا ما شفت شو اللي صار ما بحياتك شايف شيء. يعني نحن بالفيديو عم نقدر تقريبا شو اللي صار، فكيف اللي كان قريب من هذا الانفجار؟ عن جد شيء جدا جدا محزن. فانا بس بدي اعزي كل الشعب اللبناني، لانه اكيد اللي ما توفى نتيجه هذا الانفجار صابوا الدمار اللي حصل من وراه. وبدي اتشكر كل شخص حكاني ليطمن عني ويسالني عن اللي صار من برات لبنان، ان كان من سوريا او من مصر، وكل حدا شعر مع الشعب اللبناني من ورا اللي صار. الله يرحم الشهداء والله يساعد الناس اللي تدمرت بيوتها، وإن شاء الله هذا الحدث ما بصير مثله ولا مطرح بالعالم.